رايحين نشوف بارشال إكليبس أدي يا مع أصحابنا نشوف يلا بينا نركب العربية. They're funny. They're delicious. Yeah. Wow. All right, let's see what's happening with the sun. Nada. Nada. وصلنا عند أصحابنا. هنتفرج على البارشال إكليبس. على الفيو الرائع. شايفين المنظر؟ يعني احنا في جزيرة كده على البحر على طول شبه الأويسس. شايفين الأمواج يا جماعة؟ شايفين المنظر؟ المنظر خرافي خرافي. يعني احنا نقعد في البيت ده أعتقد أسبوعين على البحر. فيو جميل. شبه الأويسس. Yeah, see? Huh? Yeah. Oh, yeah, wow. Yeah. So and we're gonna tour it. Can you see it? Yeah. Yeah, here. It's from my iPhone. Yeah, I'm trying to do that with mine and I can't see it. So at 93% is there. So you know, I put the camera. Or just regular? Is yours a regular video? Yeah, just regular. Are you nervous because of the eclipse? Are you nervous because of the eclipse? I am ready for the eclipse. People were saying the animals they were appear. Have they seen that? But some of them in the States, I think. Yeah. And they were saying all the butterflies landed. Oh yeah. And you know everything settled down and went quiet. Well, it's just like your eyes slowly change the way they. Great idea for a little table. People are partying. Oh, look at the birds! Come on, I'm in paradise. I'm in paradise. شايفين يا جماعة الجمال؟ شايفين الناس بتحتفل بالحياة. اطلعوا من بيوتكم، انتوا مش شجرة. اطلعوا اتكلوا على الله، لموا شنطتكم وروحوا اي حته جديده، ما تخافوش صدقوني هتلاقوا الرزق في كل حته، الجمال في كل حته، استمتعوا بالحياه. ما تقولوش ان انا خايفه عشان الوظيفه والفلوس، معيش فلوس تكفي، اشتغلي شويه حوشي معاكي شويه حلوين، اطلعي انطلقي هتلاقي فرص الحياه بتتفتح لك في السفر، بتتفتح كده، بتتفتح ابواب، ابواب الرزق بتتفتح في كل حته، وبالذات بتتفتح لما بتسافري وبتلفي وبتقابلي. شايفه انا ما اعرفش الناس دي، انا ما اعرفش الناس دي، واحده من كندا، انا واحده من يورو، واحده من امريكا، واحده من يوروب. نتكلم نتكلم نتكلم، ناخد افكار، نتعلم من بعض، تلقط معانا فكره ونكمل وهكذا. انت كمان تقدري تعملي ده. شايفين شايفين اقامه فور فري هنا ببلاش، البحر قدامي، الجبل ورايا، اويسس جنبي، جنينة حواليا، وفي خيول هنا كمان لو عايزين خيول. شايفين المنظر؟ شايفين الايلاند اللي هناك دي؟ بيوت على قاعدين بنتفرج على الإكليبس، بارشال إكليبس.
She's got catching calls until like 12:30, 11:30. Like, well, you know, the eclipse is going on everywhere. You just fly every now and then. Yeah, so cute. So Oh yeah. Big barbecue. Barbecue. Hey, what is your name? I'm Chima. Paula, did you end up talking about that Ross? Oh, she's nice. I like this vibe. Oh yeah. Oh, sorry. No, it's okay. Yeah, but it's a different shape through the mobile. Really? Yeah, look at here. Look at the phone. Very round, but in the... Weird. Mm. Because it's tiny crescent. Yeah, it is tiny crescent now. قاعدين كده كابل بيتفرجوا على الإكليبس مع نفسهم كيوت. بعض الويلز هنا بس طبعا الويلز غدرت راحت ناحية ألاسكا فبنشوف واحد اتنين مش كتير ما بنشوفش كتير بس لسه يعني في شوية شايفين المناظر يا جماعة I'm so happy I'm so grateful دايما في الجورنالينج قلت لكم قبل كده تكتبوا I'm so pleased I'm so grateful هتلاقي كل حاجة حلوة بتحصل لكم lovely view. I'm so grateful for all these lovely people. طبعا قعدوا يتكلموا معايا وبيقعدوا يحكوا قصتي طبعا لما لما بيعرفوا ان انا مصريه هم امريكان امريكا كبيره كل واحده من ولايه فكلهم بينبهروا بقى ان انا من مصر
يقعدوا يسألوني بقى على السياحة في مصر ويروحوا فين في مصر، ومعظمهم راحوا زاروا مصر، يقعدوا يقولوا لي بقى رحنا كذا ورحنا عملنا كذا وناويين نروحها تاني. بس في ناس كتيرة في المخطط بتاعتهم في بلان ان هم يزوروا مصر، يقعدوا بقى يسألوني نروح فين ونعمل ايه. شايفين البيت اللي جميلة قوي، يزرع بيزرعوا هنا. تخيل انت بيتك هنا والارض بتاعتك هنا، وفي ناس مربية حيوانات وخيل والبيوتاج، وفي واحدة عمالة تتفرج على شهدوا يا جماعة، تحس ان الدنيا مش مغيمة بس مغيمة نوعا ما. شايفين